صباح الخير البنات، كنتمنى تكونوا كلكم على خير او بخير. واليوم كما شفتوا كنوريكم الفطور ديالي السريع، قهوه حليب ديالي، كيكه، شويه البسكوي. غادي نفطر دغيا لحقاش انا اليوم غنمشي نتلاقى مع صاحبتي، غادي نمشيو لواحد المدينه اخرى مش اللي مشينا لهذيك المره، وغادي نحاول نبلوغي لكم شويه. يلا نتلاقاو في الفلوغ. هاد المره كما شفتوا ما وريتكمش يعني فاش كنت غادي وداكشي لحقاش نفس سميتو. حنا دابا دخلنا هنايا لاتشي امي، كنا الحويجات صراحه شويه رخاصين ديال الدراري الصغار، يعني رخاص يمشي شويه. هنا كنت كنوريكم يعني الحويجات ديال المكياج وداك الشيء. هاد البيوتي بلندر ديال اتش ام جوني شويه رطبي، هادو المكياج ديال الكونسيلر يمكن وداك الشيء. صافي بغيت نوريكم هاد الشيء، هاد الدويره عجبوني هاد الحلقات، هادو زوينين ولكن خساره ما نقدرش نديرهم، مكيبانوش يعني واخا ناخذهم. وهاد لي كوليتا هما عجبوني، يعني هاد السنسلات ولا ما عرفت يقولوا اليوم هما زوينين، ولكن ما خديت والو ماشي ديال لي زاكسوار لحقاش مؤخرا مابقاش كندير هادشي بزاف. وعندي لهذا كنت ما غاديش ناخذ نخسر الفلوس، ولكن كان داكشي رخيص كما شفتو، كاين اورو جوج اورو يعني اثمنه جد جد مناسبه. وصافي هادشي اللي شفت في اتي ام، ما خديت والو، خديت واحد القبيه لبنتي وواحد الله ما عقلت، ولكن داكشي واش غنوري لكم. صافي يعني تقريبا كاع بزاف ديال البلايص كانوا دايرين 70%، يعني الريماطي فينال داكشي الاخر، يعني داكشي اللي ملي صراحة لقيت حويجات زوينين ورخاصين بزاف. ان شاء الله غنديرو عندي لكم هو باش تشوفوه. كتبت هنا صافي تلاقينا فطرنا وداكشي، كتبت ندير لكم فيديو، ولكن ديما كنوصلوش ميتين بالجوع، ما كنفطروش مزيان بالدار، نسيت ما درت لكم والو سمحوا ليا. واصلا بصاحبتي ديك المره ما ريحتش معاها بخاطري، وهاد المره قررنا نريحو بخاطرنا. هنا دخلنا البولاند بير، وعجبتني هاد الجاكيطة بالحق ما خديتهاش. شوفوا البنات هاد الجاكيطة بالنسبه لي كيعجبها داكشي ديال الروك اند روك. هذيك الاخرى الاولى عجبتني، هذه لا، هذه وريتها لكم وصافي. ثاني كاين هاد الستيلو هذا ما كيعجبنيش، عجبتني غير هذيك الاخرى شويه، هي زوينه بقى ما فيها لا كتبه لا والو، مي كانت زوينه طويله شويه، هذه ما عجبتنيش كما شفتوا. هنا كانوا هذيك السبرديل اللي عجبتني اللي فيها دوك الحجرات، كندير 10 اورو كما خديتهاش حتى هي، حقاجتني شويه ثقيله. صافي هذا عجبني بزاف، ولكن ما خديتوش لحقاش عندي بزاف الحوايج ديال الفوق اللي خاصني هما ديال التحت، يعني عندي داكشي اللي كيتلبس هكا من الفوق، ولكن خداتها صاحبتي. كان الثمن ديالها 40 اورو، داروا ليها كنظن لا داروا ليها 15 اورو شي حاجه، دابا نوريها لكم مع هذه. ما كانش فيها، ما ملصقينش في هذيك اللصاقه، مي كان غنمشي نوريكم وحده اخرى. هي زوينه كتجي طويله من اللور، وكتجي يعني مطلوقه، ما كتجيش يعني داك كما شفتوا 16 اورو، ما كيجيش داك الثوب يعني مجموع صراحه زوين زوين الثوب ديالها، ولكن كما قلت لكم عندي بزاف الحوايج من الفوق، خصني الحوايج يعني من التحت. صافي كوريتكم هنايا دخلنا ستراتي فاريوس الالوان اللي كاينين كما شفتي بنتي غادي كتشوف. كان خارج دابا هذا البيج، عجبتني القميجه ولكن ما عجبنيش فيها هو هذا، هذوك الحديدات ما عجبونيش انا، كتعجبني حاجه تكون سامبل، اما هي زوينه. وخارجين بزاف هاد يعني في هاد اللوق، هاد الكوليكسيون الجديده دايرين يعني بزاف الوان باستيل بحال البيج وداكشي. هنا وريتكم اللوك ديالي اللي لبست اليوم. وصافي دابا حنا غادي ندخلنا البيرسكا وخرجنا منها، ما شجلت لكم والو حقاش يكونوا الناس بزاف، ما خصنيش نشج الناس. وهنايا جيت نشوف السكن في زارا، وصراحه عجبني واحد الصاك، ولكن زاد صاحبتي كضحك عليا قلت لها شوفي راه فيه تبانه ولا ما عرفتش داكشي، ولكن هو عجبني. الثمن ديالو داير 16 اورو، كما خديتوش لحقاش عندي السكن حتى هما، يعني ما غاديش نضيع فلوس. حتى هذا زوين، كل ماشي زوين بزاف ولكن زوين. ما نعرف يعني كما كتشوف في السكن طيروه وما بقاوش بزاف لحقاش صراحه السكن ديال زارا يعني كاليتي مزيانه زوينين. ومن زارا صراحه ما خديتش بزاف ديال الحاجات، خديت غير واحد القميجه يمكن ولا ما نعرف، ما عقلتش بزاف شحال من حاجه خديت والله، باقي يعني ما شفتهمش. وهنا دخلنا البريمارك، بريمارك كانوا صراحه عاد حويجات هي زوينين كما شفتوا، دوك القميص كانوا مرخصين ليهم، كانوا بزاف ديال الحوايج يعني ناقصين ليهم بزاف الثمن. وتم بريمارك يعني خديت حوايج قلال صراحه، والله ما عقلتش نخديت من كل بلاصه لحقاش منينا بالزربه ورجعنا ثاني بالزربه وحطيت داكشي وصافي. يعني تنصاوب لكم هذا الفيديو ديال الفلوغ، ومن بعد ان شاء الله غادي نديرها ضروري. وبغيت نقول لكم البنات حكا بالنسبه للمسابقه ديال المسابقه اللي درت لكم في القناه، راه يعني الشروط ديالها هما انكم تدخلوا ديروا يعني تكونوا مشاركين في القناه،
وتكونوا مشاركين في الانستغرام، يعني متابعيني في الانستغرام، وغتلقاو واحد التصويره في الانستغرام، هذيك الصوره خصكم تكتبوا فيها الاسم ديالكم والمدينه ديالكم اللي هي في اسبانيا، يعني راه ما كاينش في المغرب، ما كاينش حتى شي دوله من غير اسبانيا، ولكن ان شاء الله كنوجد لكم واحد الهديه واعره واعره زوينه غادي تعجبكم بزاف، يعني واحد الهديه زوينه تنوجد لكم كما قلت لكم، يعني حوايج زوينين ان شاء الله، يعني ما تقلقوش هذه غتكون انترناسيونال، هذه هديه بسيطه، يعني قلت نعطيها للبنات اللي في اسبانيا لحقاش باقي ما نقدرش كما قلت لكم نصيفط البرا ديال البلاد، ولكن ان شاء الله من قدام غادي ندير لكم. واش تلقوا ما تعجبوني في 7 اورو غادي تمنهم جوج، ولكن وحده اللي غادي نبقى بها حقاش وحده جاتني مزيره وعجبني هذا، ولكن جاني ستيل ديالو بحال ما نعرف بحال ديال الدار ولا ما نعرف، بحال جاني بحال شي بينوار ولا ما نعرف. وهذوك السكال اللي وريتكم تاهما زوينين، هاد البانطوفات تاهما كانوا مرخصين لهم شويه، وها السكان البنات اللي بغيتو تمشيو للحمام نضحك معاكم، يعني لاصال ولا نيل الحمام ولا صراحه زوينين، ولا تكون غادي شي دوزي شي ويكند عند شي واحد يعني فين دي سيمانا. وهنا يا السكان اللي كانوا خارجين اللي كانوا حاطين جداد، هذا عجبني زوين بزاف، ولكن كما قلت لكم ما خديت والو، ولكن تنوريكم الحوايج اللي كيعجبوني باش تعرفوا تقريبا الذوق ديالي شويه. وهاد السكان اللي استعجبت فيهم لحقاش كانوا دايرين لهم 5 اورو، يعني جاتني ثمن رخيص واخا هما صغيور ولكن زوينين، و 5 اورو ثمن يعني جد مناسب جاتني يعني بشكل. هاد الكارطابلات هادو كانوا دايرين يمكن 14 اورو ولا ما نعرف، حتى هما زوينين صراحه. السكان ديال البريمارك ما بيهمش يعني رخاصين، كيصدقوا يعني كيصبروا، انا فايت ديال جربت ثلاثه ولا مع جوج السكان اللي خديت من بريمارك، هما البزيط مات يعني اللي خارجين دابا. هاد السويكات هما عجبوني صراحه، خصوصا هذا اللي بهذا اللون الفضي ولا النقري ولا ما نعرف، هذا عجبني، ولكن كما قلت لكم ما خديتوش. انا كنوريكم الحوايج اللي كيعجبوني هنا فين كاين لي زاكسسوار سماطي وداك الشيء صراحه. بريمارك عندهم حوايج زوينين كيعجبوني، بريمارك فين صورت لكم بزاف لحقاش كانت خاويه وكان كلشي منظم، يعني قد لقيت الحريه ديالي، اما في البلايص الاخرين كانوا شويه عامرين ما نقدرش نصور، وكان شويه مظلم خصني بغيت نصور خصني نقرب، والناس يعني تيجيوني وجههم حدا الكاميرا حشومه، يعني ما نقدرش نصور يعني اصلا ممنوع، ولهذا بريمارك صورت لكم شويه بخاطري. شوف هاد المشيطه شحال زوينه. وكما قلت لكم البنات يعني الشروط ديال المسابقه راهم باينين، خصكم غير تمشيو تدخلوا للتصويره اللي كاينه في الانستغرام، وفي ديك في الانستغرام هذيك التصويره هي اللي غتكتبوا فيها الاسم ديالكم، يعني سهلة الاسم ديالكم والمدينة صافي، من بعد غادي نهز هذوك الاسماء كاملين ان شاء الله ما تكمل السيمانة، وغادي ندير لكم قرعة كما تنقولوا، ونشوفوا شكون هي الفائزة، وعما قريب ان شاء الله ديال المسابقة ديال الانترناسيونال ان شاء الله. زيت ما تخرين صافي، دابا هنايا كنا راجعين رجعة في حالي الدار، دوزنا صراحة نهار زوين، خديت حويجة زوينين، دخلنا الكيكو، ولكن الكيكو ما قديتش نصور لكم لحقاش ممنوع، لحقاش كتجات جربوتيك صغير وغادي تشوفني هذيك صراحة، هنا راه ممنوع تصوري في بزاف ديال البلايص، ولكن انا ندير داكشي خزنة الا شافوني مشيت فيها غادي يدورو فيا، ولكن في كيكو ما صورت لكمش. دخلت كيكو كانوا حتى هما دايرين شوية اثمنة مناسبة في شي حوايج، ولكن شي حوايج اخرين ما ناقصينش منهم بزاف، شي مرات كنت بحال مثلا الصباغي ديال التورك من شويه ما ناقصين بيرو ما لقيتش ناقصين والو والو والو، وصافي. او كما قلت لكم هادو هما البلايص دخلتهم صورتش لكم، كنظن دخلت الزهراء ديك صورت لكم السكن، ولكن درتها كامله خديت منها واحد الكسيوه. من ملي غادي نمشي للدار غادي ان شاء الله نوصل، انا مجيت شي حاجه ناكلها غادي نرتاح شويه وصافي. وكما كتشوفوا اول حاجه وصلت للدار حطيت هذاك الشيء ديالي، ما شفتوش ما قربت ليش لحقاش صراحه، انا جيت مسخسخه عيانه، ولكن ان شاء الله غنوريكم، ولكن خديت بزاف هميزات زوينين زوينين، دابا تشوفوهم ان شاء الله في الهول، يعني اثمنه ما كنتش معوله ناخذ كاع هادشي، كنت معوله نتلاقى مع صاحبتي، ولكن بحال ديما لقيت هميزات زوينين يعني ما نقدرش نفوتهم. وكما قلتو انا سجلت لكم يعني هذاك الشيء، غنمشي نبدل حوايجي وغنمشي نوجد شي حاجه ناكلها وصافي. البنات انا هنا وجدت غير دجاج وشامبينيون، سجلت عليهم واحد الصلصه وصافي، هذا هو غدايا اللي غادي يكون اليوم كما كتشوفوا. وبقات لي واحد الكفته كنت درتها وعمرت بها البطبوطشات ليا من البارح، هي غناكلها وكاس ديال الماء. كنتمنى يكون هذا الفيديو خفيف على قلبكم، هذه هي الصلصه اللي كنستعمل البنات ونوريها لكم لا ننسى وصافي. كنتمنى يكون الفيديو زوين يكون خفيف على قلبكم، الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله الهول مشترياتي غادي نديرهم لكم يعني عما قريب، كنبغيكم بزاف بزاف، وما تنساوش تشتركوا البنات في المسابقه، يعني قد ما اشتركتوا قد ما تعرفوا الحظ ديالكم تربحوها، واخا شي حاجه بسيطه كما قلت لكم،
ولكن نجرب وحدكم، شكون عارف. يلا البنات.